اهلا بحضراتكم، اهلا بك يا زينه. اهلا بحضرتك، مبروك انضمامك للنادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك. شكرا. منوره القناه ومنوره الاستوديو. حضرتك شكرا. طب زينه، خلينا اتكلم معاك. يعني هبتدي من الاخر بقى عشان الناس بتبقى متشوقه تعرف الدنيا مشت ازاي. أيوة. هي المفاوضات بدات ازاي والكلام معاكي بدا ازاي؟ يعني احكي لي من البدايه. هو المفاوضات يعني هي بقى لها اكتر من 4 5 سنين، من ساعه لما انا كنت تحت 14 سنه كان كابتن حمدي بيتواصل معايا كل سنه، بس يعني كنت صغيره، كنت برضو مش عايزه اسيب فرقتي، كنت مستنيه الوقت المناسب. فالسنه دي كابتن حمدي تواصل معايا بعد السيزون اللي فات على طول، وبس طبعا عرض عليا ان انا اجي النادي الاهلي، وطبعا انا ده بالنسبه لي كان هدف كبير قوي، فطبعا وافقت. ف المفاوضات قعدت طبعا كانت صعبه جدا. ليه صعبه؟ كان النادي مش عايز يسيبك صح؟ انا اتكلم بكل صراحه. بصراحه ما كانش عايز يسيبك، المدير الفني مش عايز يسيبك، وكمان الاداره ما كانتش عايزه تسيبك. ايوه صح. طيب وقعدنا في المفاوضات دي كتير شهور صح؟ قعدت 3 4 شهور كده وبس، يعني قعدت يعني خدت وقت كبير الصراحه. طيب بامانه، مين اللي خلص الموضوع؟ يعني انت لما بداتوا، هل مثلا رغبتك ان انت عايزه تيجي النادي الاهلي؟ هل نادي الصيد احترم الموضوع؟ انا مش عايز تفاصيل طبعا الصفقه. أيوة. ولكن اللي حسمها ايه؟ هل حد مهم؟ هل كابتن رؤوف راح كذا مره؟ هل حد من مجلس اداره في النادي الاهلي؟ يعني ايه الكي المفتاح لانهاء الصفقه؟ بصراحه هم يعني كل الناس ساعدت ان الموضوع يخلص، سواء مجلس إدارة النادي الأهلي أو مجلس إدارة نادي الصيد أو الجهاز الفني أو كابتن رؤوف عبد القادر أو حتى من عندنا. بس طبعا يعني أنا مجلس الإدارة بتاع نادي الصيد احترم رغبتي إن أنا فعلا عايزة أتنقل للنادي يعني الأهلي. كابتن رؤوف رئيس النادي مثلا؟ كلهم يعني كل مجلس الإدارة الصراحة فعلا سمع لرغبتي إن أنا عايزة فعلا أمشي، والصراحة ساعدوني يعني إن أنا. كنت ماضية عادي بقاله قد إيه في الصيد؟ انا كنت ماضيه 3 سنين، كان يخلص السنه اللي جايه. يعني فاضل سنه. كان فاضل سنه. فهم احترموا رغبتك وانت وصلتيها كذا مره. بالظبط. طب وهم كانوا بيتفاوضوا معاكي ولا مع بابا بقى؟ لا بابا الصراحه. وصلنا طبعا، شفنا في التقرير يعني باباكي وازاي هو كان سعيد جدا. انت يعني يمكن واضح ان كان هدف وكان حلم، بس خلي بالك المهمه صعبه صح؟ يعني طبعا. النادي الاهلي ما بيقبلش خالص بالمركز الثاني. يعني احنا بنحسب البطوله كانها جون. احنا عندنا 4 بطولات بنشارك فيهم في الموسم، دوري وكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه. انا يعني مش شخصيتك اللي اعرفها ان ده حلم ليك ان انت تشارك في البطولات دي. طبعا انا من وانا صغيره نفسي ان انا ادخل انافس على بطوله افريقيه، بطوله عربيه، اخد بطوله دوري، بطوله كاس. فانا من زمان بصراحه ده يعني هدف بالنسبه لي. انت لعبت بطوله عربيه مع الصيد؟ لعبنا. امتى؟ فاكره سنه كام؟ كانت 2018. من سنتين تقريبا. كانت من سنتين. وخدتوا فيها مركز؟ خدنا فيها مركز خامس. خامس كويس. هي كانت اول مره نشارك، فطبعا كانت يعني حاجه كويسه. يعني كانت فين؟ كانت في الاستاد، استاد القاهره. في مصر. انا فاكر انتوا لما هي جت مصر انتوا شاركتوا في اخر وقت، انا فاكر حاجه زي كده. بالظبط. ايوه. وحتى كان دي برضو انت كنت لسه برضو مش يعني لسه صغيره، 18 سنه 19 سنه، فكانت بالنسبه لك بطوله مهمه. طبعا. فاكره فيها البطوله دي؟ فاكره ماتشات معينه لعبتوها؟ طبعا احنا لعبنا ساعتها الاهلي، ولعبنا الزمالك وسبورتنج والصفاقسي التونسي. وكانت فرقه من البحرين. لعبناهم كلهم يعني، ويعني بصراحه كانت ساعتها احنا كلنا كنا صغيرين جدا. فيعني عملنا الصراحه اللي نقدر نعمله يعني. خامس، خلي بالك ان معنى كده ان انتوا طلعتوا من دور الثمانيه وكسبتوا المباراه بعديها، يعني وصلتوا في الادوار عاليه يعني. أيوة. مش طلعتوا من المجموعه، لا ده طلعتوا دور الثمانيه. طب خلينا نتكلم ان بدايتك كانت في نادي الصيد صح؟ ايوه. طب ايه اللي خلاكي تلعبي فولي بول؟ بابايا كان بيلعب من زمان فولي بول. فبس يعني انا طبعا كنت رايحه يعني بدور على باسكت بولي، هاند بول، اي حاجه ماشيه في النادي كده يعني. بالظبط. اشوف العب ايه. بس بصراحه البولي يعني انا حبيتها يعني. ولما لعبتيها ما لعبتيش لعبه قبليها؟ يعني اقصد اقول كل اللعيبه بيلف لفه كده. أيوة. وبعد كده استقر في لعبه معينه، بيعذب باباه ومامته شويه. أيوة. وبعد كده استقر في لعبه. انت من الاول استقريتي في الفولي بول؟ لا، لعبت قبليها تنس ولعبت سباحه، وفضلت ماشيه مع التنس والفولي شويه حلوين يعني، بس الصراحه كانت صعبه قوي. صعبه طبعا. فاخترت بقى الفولي يعني. الفولي. طب مين المدرب اللي يعني شايفه ان هو قال لا انا زينه دي شايفها هتبقى كويسه، وبدا يثق فيكي وبدا يحطك مثلا فريق الاول وانت صغيره؟ مين؟ والله هو كذا حد يعني، انا ما اتمرنتش مع حد فتره طويله، بس يعني فعلا كذا حد انا اتمرنت. الحمد لله كنت محظوظه ان انا اتمرنت مع ناس كثيره،
فما كانش في حد معين يعني بصراحه. طيب ماتش السنه اللي فاتت ماتش الكاس اللي هو خلص 3-2 وفضل الماتش معلق لغايه الشوط الخامس والاهلي كسب يمكن في اخر زي ما بيقولوا ايه في اخر نقطه يمكن او حسم لا مش اخر نقطه يعني اخر نقطتين ثلاثه الاهلي فرق بس انتوا كنتوا ماشيين منافس قوي جدا. احكي لي قصه الماتش ده، انتوا قلتوا لبعض ايه في اوضه اللبس؟ قلتوا لبعض قبل المباراه ايه؟ والله هو ده كان اخر ماتش في السيزون، فطبعا ده كان بالنسبه لنا ماتش مهم جدا لان احنا كنا كسبنا قبليها الزمالك في سيمي فاينل فتصعدنا بقينا فاينل مع الاهلي، فطبعا ده بالنسبه لنا كان يعني حاجه كويسه قوي ان احنا وصلنا لها، بس برضو كنا طمعانين ان احنا نكسب بصراحه. قلتوا لبعض ايه والمدرب قال لكم ايه؟ يعني هو بصراحه كان ساعتها كابتن احمد فتحي كان بيقول لنا ان احنا ننزل مش خايفين من اي حاجه، احنا طبعا فرقه نادي الاهلي فرقه يعني هي صاحبه البطوله وهي اللي على طول عمرها ما كانت خسرت البطوله دي، فطبعا كان بالنسبه لنا بيقول لنا انتوا مش عليكم حمل فان احنا ننزل ونلعب وخلاص ونتبسط، ففعلا احنا عملنا كده يعني ما كانش في دماغنا اي حاجه غير ان احنا هننزل نلعب كويس. فبس نزلنا الماتش وحتى خسرنا 2-0. ايوه انا فاكر. ورجعنا تاني كسبنا 2-1 بعد كده 2-2. حتى الشوط الخامس انتوا طلعتوا 16 يعني وصلتوا 16 من 15 او حاجه زي كده. أيوة. يعني كان نقطه وتكسبوا المباراه. واتقلبت بعد كده بقى 19-17. يعني كنتوا قريبين جدا جدا. يعني زعلت جامد لما خسرت الماتش ده؟ بصراحه لانها كانت يعني قريبه جدا، كانت قريبه جدا، كانت هتبقى اول مره في تاريخ النادي الصيد يكسب الكاس ان احنا ناخد حتى البطوله من الاهلي، يعني كانت بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي بصراحه. طب والماتش ده كنت يعني قصدي اقول لك انه اكيد كابتن حمدي كان عامل يعني انت اربعه وكل لعبك كله بتلعبي مركز اربعه يعني وكل لعبك ضرب وعلى الشبكه وبتاع فمتحركه يعني يمكن لعبك بيبقى مزعج او الرقم او مركز اربعه بيبقى مزعج للفرقه الثانيه، كنت شايفه كابتن حمدي بيلعب ازاي قصادك بيعمل ايه؟ طبعا هو يعني السكاوتنج بتاع الاهلي اكيد كان دارسنا قوي لان احنا لعبناهم كذا مره، فطبعا هم كانوا مؤثرين على يعني الناس اللي في الفرقه انها ما تعملش ال 100% بتاعتها، فطبعا الموضوع ما كانش سهل خالص يعني اللعبه ما كانش سهل خالص. وخلي بالك انت كان معاكي برضو ايه النادي يعني ايه كانت برضو احنا برضو فلتت منا ايه سافرت امريكا هترجع ما مش احنا قاعدين احنا ما لناش حاجه احنا قاعدين برضو مستنيينها ترجع بالسلامه وتاخد تجربتها وكل حاجه ان شاء الله. ايه كانت معاكي وعملت شغل كويس جدا، يمكن انتوا الاثنين كنتوا دويتو جامد في المباراه. بصراحه يعني ايه فعلا يعني لعيبه كويسه جدا واثرت جدا مع الفرقه لما سافرت امريكا انها سافرت تدرس بره، فهي حتى رجعت قبل الماتش الكاس ده باسابيع يعني فعلا فدخلت مع الفرقه وعملت فعلا فرق كبير قوي معانا يعني. خلي بالك احنا برده كان عندنا حد في جامعات برده كان معانا اللي هي صانع الالعاب سهيله رجعت برده. أيوة. نور ياسين ما لعبتش انما سهيله رجعت من جامعه في امريكا ولحقت الماتش ده يعني لعبت ماتش الكاس. سهيله لعبت فانتوا كنتوا جايبين ايه بس احنا ما عندناش مشكله احنا جبنا. أيوة. يعني جبنا اللعيبه بتاعتنا برده اللي بره. طب خلينا نتكلم عن رحلتك مع المنتخبات. انت كل المنتخبات سنك دخلتيها؟ الحمد لله. هل في منتخب او حاجه ما اتخذتيش ولا كنت دايما انت حافظه مكانك؟ لا يعني الحمد لله كنت دايما موجوده الا ساعه يعني اتصبت فطبعا فاتتني. جالك ايه؟ جالي قطع في الرباط الصليبي. يا خبر ابيض. كان عندك كام سنه؟ كان عندي ساعتها 17 سنه. يا خبر ابيض على الاحباط. طب وكان عندك منتخب وما رحتيش؟ كان عندي كان عندي منتخب وما قدرتش اسافر. وانما كل المنتخبات سواء 15 بقى ناشئات وناشئين كنت بتشاركي فيهم عادي حتى المنتخب الكبير بتشاركي؟ الحمد لله. المنتخب الكبير يعني استدعوكي اخر تجميع اللي اعرفه كده. طيب والاصابه دي جات لك امتى يعني في ماتش ايه ولا جات لك ازاي؟ جات لي في ماتش مع النادي عادي كان حتى عندنا في النادي. لا كانت اخر نقطه في الماتش خالص. وكان ماتش ضد سموحه كان في الجمهوريه يعني كنا لسه صغيرين تحت 18 فكنت بنط نزلت من غير ما اي حد يلمسني نزلت على رجل واحده ركبتي لفت فبس. يا خبر ابيض مش عايزين نفكرك بالاصابه دي بس الحمد لله انت رجعتي يعني ورجعتي احسن من الاول وربنا عوضك اهو الحمد لله. يعني انت جيتي النادي ودي حاجه كويسه يعني حاجه كويسه ان انت اتعلمتي ازاي يبقى عندك عزيمه وان انت ترجعي من الاصابه وازاي تقف على رجلك تاني وازاي تخلي مصر كلها تشوفها انها احسن وكمان جات لك في سن صغير يعني في ناس بيجي لها في السن ده بعد الشر ما بيقدروش يرجعوا منه. أيوة. ولكن انت قدرتي تقف على رجلك تاني وترجعي فطبعا ربنا عوضك. ساعات بتبقى
المأساة أو الصعوبة اللي الواحد بيعدي بيها بيتولد بعديها واحد تاني. فممكن صح. تكون الإصابة كانت كده معاكي. طب خلينا نتكلم عن طموحاتك مع النادي الأهلي. إحنا طبعًا أنا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة، إن إحنا زينة كانت المفروض تبقى معانا الحلقة اللي فاتت، هقول لكم سر يعني. وأنتِ ما تعرفوش أنتِ. هقوله على الهواء. وكلمنا طبعًا كابتن حمدي الصافي، لأن إحنا لينا بروتوكول أو لينا أصول، إن إحنا لما بنستضيف حد لازم ناخد موافقة النادي وموافقة المدير الفني، ده البروتوكول وده الأصول جوه النادي الأهلي. مش أي حد بيطلع في أي وقت، لازم يكون متماشي مع خطة أو برنامج الفريق. فكلمنا كابتن حمدي الصافي رفض، قال لنا لا عندنا تمرينة. يعني عايز اقول قد ايه النادي الاهلي بيقدس التمرين والتدريب. قال لا خلاص يعني زينا اول تمرينه وما فيش اعذار، لو ما عندهاش تمرين او مش الحلقه في ميعاد يعني او مكان او وقت نقدر نديها اكسكيوز او تبقى بره ميعاد التمرين انا موافق. فيعني عايز اقول لك ان يعني النادي الاهلي برضو ليه طبعا. فانتوا خلينا نتكلم على طموحاتك مع النادي الاهلي. احنا دلوقتي خلاص واضح ان الدوري داخلين عليه، والدوري هيبقى مجموعه واحده ورايح جاي، يعني مش هيبقى طويل. بس هيبقى عندنا بطوله عربيه في يناير، وان شاء الله غالبا بطوله افريقيا في مارس. واتمنى يعني انا زيكم اتمنى انها تيجي النادي الاهلي. انا ما عنديش اي معلومه عشان ما تقولوش ان هيثم بيقول ان احتمال، ما عنديش معلومه. مستعده للحمل ده؟ يعني احنا عندنا 4 5 شهور في منافسه، معاكي ناس في مركزك قويه، جاهزه للكومبيتيشن والطموحات دي؟ طبعا احنا المنافسه فعلا جامده جدا. احنا انا معايا كابتن نهله سامح وساره امين ودعاء الغباشي ومايا ممدوح وفريده حناوي، فطبعا المنافسه لان كلهم كويسين، فطبعا المنافسه كويسه جدا. بس يعني هي المنافسه دي هي اللي بت بت بتعمل احسن حاجه. فطبعا انا طموحاتي ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على الاربع القاب، بطوله الدوري، بطوله الكاس، بطوله عربيه، بطوله افريقيه ان شاء الله، وان احنا فعلا نعمل احسن حاجه عندنا يعني. طيب يعني انا عايز اعرف ردك على مثلا مسك الاعلى. يعني انت اكيد وانت بتلعبي ليكي مثل اعلى، انا عايز ابقى زي فلان، عايز ابقى جوه مصر او بره مصر. خليني اعرف ردك، ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجمه نادي الصيد كره الطائره اللي انضمت حديثا للنادي الاهلي زينه العالمي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع زينه العالمي. زينه، كنا بنتكلم قبل الفاصل على مثلك الاعلى. مين مثلك الاعلى؟ في مصر؟ مصر طبعا كابتن تهاني توسن. تمام طبعا، دي مثلنا كلنا الاعلى طبعا، اللي حققته واللي عملته طبعا، واكيد نفسك تكوني زيها. طيب يعني انت كنت من فتره مشايره صوره كده على الفيسبوك، احنا مراقبينك كويس يا زينه، احنا مراقبينك وعارفين بتقول ايه. وكنت مشايره صوره كده كانت لكابتن نهله سامح، وكنت بتقول لها كل سنه وهي طيبه تقريبا، بتقول يا رب يا رب ان انا اقدر احقق بطولات زيها، وان انا اخد حاجه و40 بطوله زي ما هي حققت الكلام ده، او وهتبقى مبسوطه انها تلعبي جنبها. الكلام ده صح؟ بصراحه انا كابتن نهله انا بالنسبه لي ليها معزه خاصه عندي. فعلا هي من اجمل الشخصيات يعني اللي ممكن اي حد يتعامل معاه. هي فعلا بتساعد اي حد عايز يعني يطلع، حتى صغير كبير اي حد. فهي بصراحة يعني ساعدتني حتى جدا، وستيل بتساعدني يعني في التمرين. فأنا بصراحة بحبها يعني جدا قوي. طب أنا عايزك تقولي ألو بس جامد كده، ألو بصوت عالي. ألو يا جوزة. معانا عبر الهاتف كابتن وكابتن فريق كرة الطائرة سيدات في النادي الأهلي، وأحد طبعا نجوم ورموز اللعبة، وكمان أكتر يعني كابتن حصل على بطولات في تاريخ النادي الأهلي. معانا كابتن نهلة سامح. أهلا بيك يا كابتن نهلة. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم، وحشانه جدا 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 والله. وحضرتك اكتر والله. ويعني متابعينك ومتابعين اخبارك، ويمكن احنا سمعتي كلام طبعا زينه على الهوا، بتهيألي شعور حلو ان انت تلاقي نفسك حتى كل اللاعبات او كل النجوم في مصر شايفينك قدوه ليهم. والله الحمد لله، يعني ده شرف ليا، وبالذات يعني هي زينه عارفه طبعا ان انا بحبها قد ايه، ويعني ياما كنت بتكلم معاها حتى قبل ما تيجي الاهلي يعني ان احنا عايزينها معانا، ودايما كنت بتكلم معاها واحنا في المنتخب. يعني ما شاء الله لعيبه مميزه يعني في مصر، من افضل مركز اربعات في مصر. فيعني انا من زمان كنت بتكلم معاها في الحكايه دي، وهي لعيبه مميزه وطبعا اضافه كبيره جدا لينا يعني في النادي الاهلي. خلي بالك يا كابتن نهله، انت بتتكلمي على زينه وهي في نفس مركزك. يعني انا يعني انا شايف قد ايه بتتكلمي يعني ايجابي، وعايزه تديها خبرتك بالرغم انها في نفس مركزك، وهو ده النادي الاهلي الحقيقه. بالظبط، ما هو احنا كلنا يعني في خدمه النادي الاهلي.
اذا كان انا موجوده في الملعب او زينه او اي حد من معانا لعيبه كمان كتير جدا في مركزنا لعيبه تقال. يعني طبعا احنا كلنا بنلعب ان احنا نقدر نفوز بالبطوله يعني. يعني دايما الحمد لله احنا متعودين في النادي الاهلي ان مفيش حته ان انا لازم انا اللي العب، لا احنا المهم عندنا ان احنا نكسب، فاحنا كلنا بنساعد بعض ان احنا في الاخر نحقق البطوله. وانا ده يعني دايما اللي بتكلم فيه معاهم، يعني ان احنا كلنا في خدمه النادي الاهلي في الاخر البطوله بتتحسب لنا كلنا. يعني مثلا الحمد لله ان انا قدرت اشارك في 47 بطوله نقدر نفوز بيها، فدي طبعا ما كانش بمجهودي انا بس، طبعا كان معايا ناس ثانيه وكان معايا ناس من مركزي. فدايما احنا هدفنا في النادي الاهلي في الاخر البطوله، يعني دايما مش مهم انا او مش مهم اي حد، المهم في الاخر ان احنا نفوز بالبطوله تتحسب للنادي الاهلي. صحيح كلامك الامانه، يعني يدرس للجيل اللي طالع، واكيد يعني نتمنى كل اللاعبات اللي طالعين يسمعوك يا كابتن نهله، لان الحقيقه كلام يدرس. بس مش هينفع تبقى معانا لما نسالك على الفرقه، طمنينا الفرقه اخبارها ايه، هل في اصابات، هل بعد الشر يعني في حد ما بيشاركش في التمرين، يعني طمنينا على الفرقه بشكل عام يا كابتن نهله. لا الحمد لله عامه في الوقت الحالي الحمد لله، الحمد لله ما فيش اصابات، الفرقه كامله. وطبعا الحمد لله بالاضافات السنه دي معانا زينه ومعانا ايه خالد ومعانا هانيا، طبعا اضافات كبيره وقويه وهتساعدنا كتير في السيزون الجاي. احنا للاسف لسه مش عارفين يعني السيزون هيبتدي امتى بسبب طبعا انتخابات الاتحاد والكلام ده، بس الحمد لله ان احنا جاهزين من بدري، يعني احنا ابتدينا من بدري فتره الاعداد واحنا الحمد لله دلوقتي جاهزين. لعبنا ماتشين ودي، لعبنا ماتش مع وادي دجله وماتش مع الجزيره، الحمد لله قدرنا نفوز بيهم. وطبعا الكابتن قدر من خلالهم يعني بمعنى ان هو يطمن على الفرقه، وكلنا شاركنا في المباريات دي، فاحنا ان شاء الله جاهزين يعني. طيب برضو يعني طمنيني كابتن حمدي، عامل فيكوا ايه، الحمل عالي ولا الدنيا هديت شويه ولا الوضع ايه؟ انت يا كابتن هيثم اكيد عارف. انا عارف بس برضو لازم اسالك. طبعا يعني هو كالعاده طبعا يعني، بس ده لازم يعني عشان نقدر نشوف البطولات اللي احنا داخلينها كلها السنه دي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كابتن نهله سامح، كابتن الفريق ونجمه النادي الاهلي واحد الكباتن التاريخيين في النادي الاهلي ب 47 بطوله، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن نهله. يمكن يعني شوفي حاجه جميله جدا ان انت تلاقي كابتن صراحة. فريق بيحتوي اي لاعب، وعلى فكره مش معاكي بس يا زينه، ده مع كل اللاعبات اللي جم واللاعبات الصغيرات وحتى اللعيبه اللي بتمشي، انا ما شفتش حد بيشكر نهله بكل خير. بصراحه هي فعلا مع كل حد سواء صغير او كبير، هي فعلا يعني الناس كلها واخداها قدوه يعني. طيب خلينا اروح معاكي للدراسه. تمام، ضحكت انت جامد. الدراسه يعني انا، انت كنت في ميجر وقلبت الميجر، كلميني عن القصه دي. انا كنت يعني كنت عايزه، انا بحب حقوق، فدخلت حقوق فرنسيه، ان انا كنت في مدرسه فرنسيه فقعدت فيها سنه، وبصراحه هي كانت صعبه جدا مع الرياضه يعني، فعلا كانت صعبه قوي، ما قدرتش ان انا اوفق ما بين الاثنين. مش عيب. فحولت بقى حاجه تانية خالص. ايه؟ رحت اعلام اكاديميه البحريه. ايه ده كويس، زبل بقى. رحت اعلام في سنه كام دلوقتي؟ سنه ثالثه. ايه ده احنا الايام عدت كمان يعني. ما شاء الله، لو قلت هتقولي في اولى في ثانيه، لا ما شاء الله في ثالثه يعني. غيرت طبيعتي، ماشيه كويس في اعلام، حاسه الدنيا لطيفه. لا الحمد لله يعني، هي بصراحه هي كليه يعني كويسه قوي، ويعني انا مبسوطه فيها يعني. والاكاديميه كمان بتدي دعم يعني بتدعم اللاعبين المنتخبات والحاجات دي، فبتسهل الدنيا على الواحد يعني. طب خلينا اتكلم على يومك بتقضي ازاي يعني، لو طبعا سيبك من كورونا وفتره كورونا طبعا اللي احنا علينا منها واللوك داون والاونلاين والحاجات دي كلها، يوجوالي في اليوم العادي انت بتعملي ايه، بتصحي يومك ازاي، بتروحي ازاي، يعني بتعملي ايه؟ والله يعني بصحى واروح الجامعه، ارجع اتغدى على طول، البس انزل اروح التمرين، اخلص لو بقى اشوف صحابي اذاكر. كل يوم كده؟ كل يوم. ده مفيش اجتماعيات خالص؟ والله بحاول كده يعني، في النص كده، في النص كده اخطف حاجه خروج اروح لقرايبي بتاع. طيب يعني بامانه يعني، مش عشان احنا على الهوا، مين بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ لا مش عايز اجابات دبلوماسيه. لا والله يعني كل واحد بيتعب بطريقه يعني، هما الاثنين بصراحه يا زينه يعني. يا زينه عيني في عينك يا زينه، دي انت حبيبه باباها يا زينه، عيني في عينك. قولي ماما مش هتزعل. لا والله هما الاثنين، والله الاثنين بيتعبوا معاك. هما اللي كانوا. طيب انت ليك اخوات؟ عندي اخت اصغر مني بتلعب برضه في البول. في الصيد؟ ماضيه؟ لا لسه. لسه ما مضيتش؟ لسه. طب هنمضيها امتى بقى؟ هي جاهزه. هي طب يعني ده كام سنه دلوقتي؟
هي عندها 18. ما شاء الله، ده يعني الفرق بينكم 3 سنين تقريبا، 21 سنين. صح. يعني تقريبا 3 سنين، خلاص ان شاء الله احنا تحت الميكروسكوب خلاص، ما تقلقيش. بدل كابتن حمدي الصافي متابع كله يعني. طيب يعني وانت صغيره برضو كان اللي بيروح معاك التمارين مين؟ مين اللي كان مهتم بالموضوع قوي، خاصه ان بابا كان بيلعب فولي بول؟ انا بتكلم بقى على فولي بول. هل ماما كانت بتلعب فولي بول؟ لا، بابا بس اللي كان بيلعب. هو اللي كان مركز معاكي في التفاصيل، في الفنيات، ولا كان سايب الموضوع ليكي والمدربين؟ لا طبعا، هو يعني بابي هو عشان لعب قبل كده الرياضه دي يعني، فهو لحد دلوقتي يعني بعد اي ماتش بعد اي تمرين لازم بيقول لي الكومنتس يعني، وطبعا بيقول لي رايه، وانا فعلا بحب اسمع منه. فلا يعني هو بيسالني. الو كده، الو 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 الو. استاذ عالمي طبعا، والد طبعا تامر العالم، يعني اسف يعني طبعا انا بجيب اللقب، والد طبعا زينه. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن. على فكره انا سالتها سؤال دلوقتي، قلت لها عشان بس اغششك، ما اعرفش كنت سامعني ولا لا، بقول لها مين بيتعب اكتر، بابا ولا ماما؟ فضحكت قالت لي اتنين بيتعبوا معايا يعني. قالت ماما طبعا، ماما بتتعب اكتر. حتى انت كمان يا استاذ تامر يعني برضه يعني برضه ماما. طب يعني ما فيش حاجه لبابا خالص؟ معلش بقى يا كابتن، لا ماما بتتعب، خليها ماما بتتعب. طبعا طبعا طبعا، ده حاجه الام طبعا، هي طبعا مالت الميزان في البيت طبعا. عليها طبعا احنا بنهزر طبعا وبنقول كلام. طيب قول لي حضرتك، في التقرير اللي كنت مسجلته معانا قلت طبعا المفاوضات كانت شاقه، يمكن تسع شهور حضرتك طبعا كنت بتتولى المفاوضات بالنيابه عن زينه. كلمنا عن المفاوضات واتحسمت ازاي. والله فعلا المفاوضات كانت صعبه طبعا، هي مفاوضات مش من الشهور دي يعني. وكابتن حمدي طبعا كان شايف زينه من زمان جدا ومن سنين فاتت وهي في الناشئين، بس طبعا النادي نادي الصيد طبعا كان شايف ان زينه حاجه كبيره عنده، فكانت الدنيا كانت صعبه. اخر بقى مفاوضات دي لما هي كبرت كده وبقت في السن ده، والسنه اللي فاتت بصراحه احنا عملنا طبعا انجاز كان كبير جدا في نادي الصيد، مركز تاني دوري، مركز تاني كاس. فبصراحه مجلس الاداره بتاع نادي الصيد انا بشكرهم جدا يعني، تعاونوا معانا جدا وتفهموا يعني رغبه زينه، وان ده الوقت ان هي تشيل البطوله او تشيل كاس او تشيل دوري او تلعب افريقيا، تلعب بطوله عربيه. فبصراحه الناس تفهمت جدا. طبعا خدت وقت برضو، لان قرار ان انت تستغنى عن زينه في نادي الصيد مش سهل يعني. لكن لما الموضوع كانت رغبة زينة وقعدت معاهم طبعا والناس كلها تفهمت طبعا، ومجهود كمان مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل والنشاط الرياضي في النادي الأهلي كابتن رؤوف مع كابتن أشرف الفار في نادي الصيد. يعني بصراحة كانت الحمد لله الدنيا تيسرت السنة دي. الحمد لله طبعا، وأكيد بنتمنى لزينة كل التوفيق، لأنها إن شاء الله يعني لعيبة تستحق، لعيبة دولية، لعيبة عندها إمكانيات جيدة. طيب أنا عايز أعرف كواليس بقى، زينة يعني في البيت هادية ولا يعني شقيه متحركه وبتاع؟ لا لا، زينه شقيه في الفولي بس يعني. يعني في البيت ما بنشوفهاش يعني، لا هاديه خالص خالص يعني. يا استاذ تامر، يا استاذ تامر قول ما يهمكش، ما حدش سمعنا. لا والله والله، لا دي حقيقه يعني. انا ساعات بشوفها في الملعب بستغرب، هي دي زينه اللي عندنا؟ لا الموضوع تاني خالص، وده يعني بصراحة مش عشان هي يعني بنتي وكده، ده جمالها يعني، هي هادية وبتاخد المواضيع بسهولة ويسر كده، وربنا يوفقها يا رب. يعني زينب شخصيتين، شخصية في البيت وشخصية في الملعب. فعلا دي حقيقة، دي حقيقة يعني. حتى الحكام حتى اللي عارفينها لما زينب بتقول لها ايه ده زينب انت بتتكلمي، انت بتطلع صوت، يعني بيبقوا مستغربين جدا يعني. لكن هي في الطبيعة هادية جدا، قليلة الكلام، يعني زي ما بنقول عايشة مع دماغها على طول كده يعني. طب قول لي يا استاذ تامر، يعني برضو اكيد حضرتك عارف النادي الاهلي طبعا المنافسة بيبقى صعبة طبعا، وزينة قابلت بهذا، وهي قدها ان شاء الله انها تفرض نفسها وتحط بصمة بصمتها مع الفريق. نصيحتك ليها ايه؟ يعني انت برضو كراجل متابع لزينه طبعا. نصيحتك ليها على الهوا، واعتبر ما فيش حد سمعنا. لا هي تلعب لعبها، هي زينه طبعا يعني يعني بصراحه عندها عقليه احترافيه جدا، وبالعكس هي بتحب المنافسه وبتحب ان هي تتحط تحت ضغط، وده يعني مفيد جدا للاعب ومفيد جدا للعيبه اللي حواليه كمان يعني. لان يعني هي رياضه في الاول وفي الاخر هي مجهود يعني، مجهود وموهبه،
والاصلح بيلعب والاحسن بيلعب، وهي الدوري طويل والبطولات كتيره ولازم يبقى في تبديل وتغيير. يعني انا مش قلقان من الموضوع ده خالص، لان زينب بصراحه طول عمرها في منتخبات، وبصراحه طول عمرها في منتخبات بدراعها. يعني انت عارف حضرتك فاهم معنى كلامي، طبعا طبعا هي طول عمرها بدراعها، وطول عمرها هي اللي بتتاخد مع المنتخبات وهي اللي بتنافس. فالموضوع بالنسبه لي يعني طبعا انا بتمنى لها كل الخير، وانا عارف جدا في النادي الاهلي الاحتواء اللي هي لقيته، والناس صحابها كلهم وكمان في زمايلها في المنتخب. فيعني الموضوع ما يقلقش خالص، وعقليه زينه تسمح بالضغط والاحتراف ده. ان شاء الله كل التوفيق لزينه واستاذ تامر العالمي والد زينه العالمي. وانا طبعا بس انا بشكر كابتن نهله جدا جدا على مداخلتها بصراحه، لان دي حاجه كبيره جدا ان كابتن نهله كابتن الفريق وفي نفس المركز وتتكلم بالكلام ده، فانا بشكرها فعلا وبحييها يعني، ولان فعلا هي مثل اعلى لزينه، فانا بشكرها جدا من عن طريق حضرتك. لا طبعا شكرك، واحنا بنضم طبعا صوتنا لصوت حضرتك وبنشكر كابتن نهله، هي قامه كبيره وكلامها كان جميل ورائع، وده اللي متعودينه جوه النادي الاهلي. استاذ تامر العالمي طبعا والد زينه العالمي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع زينه العالمي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زينه اجيلك، يمكن اي لاعب بيبقى في حياته بطوله ما بينساهاش، بيحس ان هو يعني مهما خد بطولات بعديها البطوله دي بتبقى بالنسبه له مهمه. عندك بطوله كده ولا كله مهم بالنسبه لك؟ لا، في الصراحه بطوله يعني انا بالنسبه لي كبيره قوي، هي كانت بطوله 18 سنه لما خدنا الجمهوريه، كسبنا الاهلي في صاله الاهلي. الصراحة دي بالنسبة لي وبالنسبة لنا كلنا من أهم البطولات، لأنها كانت آخر يعني إحنا كنا بنلعب الأهلي على كل المراحل السنية، كسبناهم في تحت 14 سنة، كانت أول مرة خالص نكسب الأهلي. بعد كده 18 سنة دي كانت بقى آخر مرة في الناشئات، فكنا عايزين إن إحنا نختمها بحاجة كويسة. فساعتها كسبنا 3-2، وكان ماتش صعب جدا برضو. بس الصراحه كان في صاله الاهلي، كان في صاله الاهلي. يعني البطوله اللي انت فاكراها اللي خدتها من الاهلي؟ مش قصدي لا لا بهزر طبعا، دي رياضه. كانت 3-2، لا طبعا ما دي روح الكومبيتيشن، وانت اللي عملتيه ده هو اللي عرف الناس كلها بيكي. لا ويعني الموضوع ده ما يزعلناش على فكره، بهزر معاكي بالعكس، انت اللي عملتيه ده حاجه عين العقل، وهو ده الصح ان انا العب بكل قوتي في اي مكان. طبعا فدي البطوله اللي انت فاكراها، 18 سنه الصيد ضد النادي الاهلي، كان في النادي الاهلي وفزتوا بيها. وكان فريق الاهلي جامد ساعتها، فاكره مين جيلك كان ساعتها في النادي الاهلي؟ كانت سهيلة وفيق ودانا شوقي وندى وليد وكان فريده حناوي ومي غزال وهدير يسري يعني لا كان دلوقتي كلهم طبعا أول. كلنا خلاص دلوقتي انا في ستيم، فلا كان فريق قوي قوي طبعا. معاك حق، وانتوا تكسبوه اكيد، انت كنت احسن لعيبه في جيلك كمان هناك في الصيد بتهيألي، ولا كان معاكي حد؟ لا كان معايا برضو ليلى فريد وداليا المرشدي دي من الماتش؟ هي دي صح، دي البطوله. معلش طب اثبتوا لي بقى على دي كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل. أيوة. كنت 18 سنه، انت اقصى على الشمال صح؟ ايوه. بس شكلك اتغير كتير ما شاء الله، كنت صغنونه خالص. بس دي كانت اهم بطوله وانت فاكراها، يعني حتى انتوا الفرحه كانت على وشكوا جامد. باينه. فطيب ده على المستوى الفرق. طب على مستوى المنتخبات، هل في بطوله كمان ليكي فاكراها ولا برضو كل بطولات المنتخب عزيزه على قلبك؟ بصراحة بطولة كانت تصفيات أولمبياد طوكيو، كانت السنة اللي قبل اللي كانت 2020 قبل كورونا على طول. كانت قبل كورونا على طول، شهر كان شهر واحد كورونا اتقفل في شهر 3. دي بصراحة بطولة مهمة أوي بالنسبة لي، لأنها كانت أول بطولة ليا مع فريق الأول منتخب، وكانت طبعا أول مرة كانت في الكاميرون. وحتى قعدنا 4 شهور معسكر قبليها، طبعا حلم ان احنا نبقى في اولمبياد طوكيو يعني. بس يعني رحنا هناك طبعا خدنا ثالث، بس يعني عملنا والله ماتشات كويسه. فدي بالنسبه لي كانت بطوله مهمه قوي، ان انا ابتديت ادخل مع الدرجه الاولى بتاعه المنتخب. طيب نفسك تلعبي بره؟
يعني لو حققتي يعني لو نجحت تجربتك وشو تنجح مع النادي الاهلي وخدتي خطوه قدام وحسيتي ان انت بقيتي عندك الـ يعني الـ 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 الخبرات اللي تاهلك تلعبي بره، تفكري تلعبي بره؟ يعني بصراحه انا فعلا حلم من احلامي ان انا العب بره، لان طبعا بره اكسبيرينس تجربه يعني مختلفه تماما. فانا نفسي يعني ان انا في يوم من الايام اخد التجربه دي. طب ونفسك مثلا تلعب اولمبياد كمان، نفسك تلعب بطوله عالم؟ يعني شايفه ان احنا نقدر، يعني انا بتهيالي لو السيدات تم اعدادهم بشكل كويس نقدر، يعني احنا عندنا من الكفاءات ومن الفنيات بس محتاجين شويه اعداد. احنا اشتركنا في يعني في بطولات عالم كتيره، بس يعني مش بنحقق قوي، مش بنحقق مركز كويس قوي، لان طبعا يعني هناك طبعا امكانيات مختلفه تماما طبعاً. فانا نفسي، بس صدقيني نقدر والله، يعني انا عندي ثقه دايما في 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 في, في المراه المصريه، وعندي ثقه في ان هي لو خدت الدعم الكافي والاعداد لا تقدروا تعملوا حاجه. لا دي حقيقه فعلا، ان احنا فعلا خامات كويسه جدا، لو فعلا اتركز عليها ممكن بجد ننافس الناس اللي بره دي. وانه فعلا انا بتمنى ان احنا اولمبياد باريس اللي جايه دي ان احنا فعلا نشارك فيها، يعني لانها فعلا هتبقى اول مره من اكتر من 40 سنه ان احنا نشارك. بس قريبين احنا ولا بعد بامانه؟ كينيا وكاميرون اقوى منا ولا انت شايفه ان احنا نقدر؟ بصراحه هو كينيا والكاميرون هم بيتميزوا ان هم فيزيكال، هم فيزيكال سترينج قوي، هم اقوياء جدا. بس احنا عندنا التالنت اكتر، يعني احنا فنيات اعلى بكتير منهم. فاحنا لو لو حاولنا ان احنا نعلي القوه بتاعتنا مع شويه سيستم مع حاجات كده بجد ممكن نكسب. صدقني الاهم من ده الاعداد، انتوا محتاجين اعداد كويس، محتاجين معسكرات 3 4 شهور، ماتشات بره في اوروبا كتير، تلعبوا افريقيا كتير، مش صعب. يعني انا عندي مبدا، وانا والله مش مبدا، انا عندي دايما اعتقاد ان مصر اعظم بلد في الدنيا، وان مصر تستطيع تعمل المعجزات، وان الشعب المصري ده شعب يعني فيه من الكفاءات ودليل احنا بنشوفه دلوقتي قفزات بتحصل في كل المجالات. طب احنا يعني نقدر، يعني قصدي اقول ان احنا نقدر، فيعني اتمنى اشوف ده ان شاء الله على مستوى الفولي بول سيدات. بس خلينا نروح بقى ايه لشويه فاني شويه. انت اصحابك ليكي كم، يعني انتيم ليكي، المقربين ليكي مين؟ والله كتير، يعني انا ومعظمه من الفولي طبعا، لان انا حياتي كلها مقضيها في الفولي. يعني طبعا فرقتي القديمه نادي الصيد طبعا كلهم صحابي. يعني مين اقرب واحده ليكي؟ مين اللي كان دايما تبقى معاكي في الاوضه وزي ما بيقولوا دايما بتحكوا مع بعض وتتكلموا؟ مين هي؟ ليلى فريد. ليلى فريد زعلت لما انت مشيتي صح؟ طبعا. ايه كلمتك لما عرفت انت خلاص مشيتي وبتاع، كلمتك قالت لك ايه؟ هو بصراحه كلهم اتاثروا جدا، لا انا كمان حتى اتاثرت جدا ان احنا بقى مع بعض بقالنا كتير قوي. ف طبعا اتضايقوا يعني، بس هم بالنسبه لهم انه اكيد دي فرصه بالنسبه لي كويسه، فمبسوطين لي يعني. طب انت قبل في جروب واتس قبل الفرقه وكده، سبتي الجروب ده طبعا؟ يعني انا قبل ما امشي على طول رحت التمرين، وساعتها بقى عشان اقول لهم ان انا خلاص ماشيه، فرحت لهم اتكلمت معاهم وكانت اخر بقى تمرينه يعني، فطبعا كانت حاجه فيها مشاعر. يعني حد عيط عيطتي، هم عيطوا كلنا كلنا طبعا. فبس ساعتها قلت لهم يعني، وبجد بتمنى لهم يعني كل الخير يعني. طب والجروب اللي انتوا عليه وبتاخدوا فيه الانستراكشنز التعليمات والحاجات دي كلها، جروب الفرقه يعني بيبقى جروب مقفول، الجهاز الطبي والاداري والفني والحاجات دي كله، يعني اكيد بيبقى مشاعر صعبه لما امسك التليفون واعمل ليفت للجروب. اتكلمت قبليه قلت لهم حاجه على الجروب ولا عملت ليفت على طول؟ لا طبعا بعت لهم يعني ان انا فعلا بشكرهم، بشكر اللعيبه وكل الجهاز الفني، لان هم فعلا يعني ساعدوني كتير قوي ان انا اخد الخطوه دي. فطبعا بعت لهم ساعتها ان انا بتمنى لهم يعني التوفيق وبس. يعني انت مش بعيده عنهم وهم طبعا يعني اصحابك وحبايبك، واكيد هتتقابلوا، الرياضه بنروح ونيجي وفي الاخر بتبان، بتفضل العلاقات. طب بسرعه قبل ما الفقره تخلص او حوارنا يخلص، اكيد في موقف طريف حصل لك في سفرياتك مع المنتخب مع النادي، فاكره حاجه كده ولا؟ والله بتبقى يعني كلها طريفه جدا. اديني موقف كده في المطار، موقف في البلد اللي احنا رحناه، موقف في الكاميرون والاكل بتاعه، يعني اديني موقف كده نختم الحلقه بحاجه فاني كده. يعني كنا مره في كينيا، ف
هما طبعا الكاميرون وكينيا والكونغو والناس دي اللي هو هما يعني بيرخموا جامد قوي علينا. بيبقوا جامدين في الماتشات، يعني في الماتشات بيبقى في طف جدا. فبس يعني كنا بناكل مثلا اللي هو يجي ياخدوا مننا اكل ويجروا وحاجات كده يعني. فلا كان بيحصل يعني حاجات من دي كتير كده زي كومبيتيشن بره وجوه الملعب على المطعم. نروح نسبق ناخد الاكل الاحسن، بس كنا بنهزر يعني. طبعا يعني. كلهم اشقائنا واخواتنا في افريقيا. بس طبعا بتبقى حلوه، بتبقى جميله يعني. ايه ده تاخدوا اكل، ايه ده صح كده، بيبقى كده النظام. بس تبقى حاجه جميله. وانا شايف بامانه يعني ما شاء الله انا قاعد قدامي كاركتر ان شاء الله يبقى ليه اضافه في النادي الاهلي. زينه بجد اتمنى لك كل التوفيق. زينه العالمي نورتيني وشرفتيني النهارده في قناه النادي الاهلي. شكرا والله انا اللي اتشرفت. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع زينه العالمي. زينه العالمي نجمه الفولي بول اللي انضمت للنادي الاهلي منذ ايام، نتمنى ليها كل التوفيق. دي النهارده كانت حلقتنا عن الفولي بول وعن انضمام زينه. تابعونا في حلقه جديده مع الابطال، واكيد هيكون في اخبار كتير جدا جدا جدا. بشكركم شكرا جزيلا، والى لقاء جديد في الابطال.